عارفه فرق بين الكريم الذهب اللي بنسمع عنه او ماسكات الذهب وبين الامبولات اللي بتتكلم عنها؟ الامبولات ديت بتبقى اقوى، نسبتها بتبقى اقوى، واحنا بنتحكم فيها انها ندخلها للطبقات الداخليه للوش، اللي هي الطبقات اللي بتفرز الفيتامينات، بتفرز المعادن، وبتخلي، وفي نفس الوقت بتقعد في الوش مده طويله، ممكن تقعد معايا 3 شهور لست شهور. فديت بتبقى مفعولها اقوى، وفي نفس الوقت انا ضامنه ان الخيوط الذهب كلها الوش مصها ان انا مدخلها بالاجهزه. بيبان الفرق على طول.